اتهم شغله ممكن هسه يرجع يفتهم اللي عايز يصير اللي راح يصير. عندنا فلات سلاب. هذا الفلات سلاب الفضاء مالته 6.3 متر 5.3 متر باتجاه واي باتجاه اكس، يشيلوا اعمده العمود الدايمنشن مالته 0.3 في 0.3 متر. علينا حمل ديد لود خلينا نقول 3 كيلو نيوتن بير متر بير متر سكوير. علينا كيو لايف لود مقداره 2.6 كيلو نيوتن متر سكوير. وايضا هذا الديد لود نوت انكلودد لايف سيلف ويت. هاي شويه راح نصعبها نوت انكلودد سيلف ويت، يعني الوزن الذاتي ما محسوب. اوكي مطلوب تصميم ديزاين فلات سلاب. نجي اول شغله لازم اعمله شنو هنا؟ راح بس راح اشتغله بالاتجاه الافقي. اوكي الهادي راح نشتغله بده، يعني راح اشتغل فقط اكسس ووزع الحديد مكمل وكامل، حتى المحاضره الجايه نشتغل على البقيه. او من تتعبون قالوا لي حتى نتوقف. اوكي حتى ما اخذكم اصلا. فاول شيء راح افرض انه اتش ريكواير اتش ايش قد ذاتي، فان ال يو على 33، فناخذ ال اكبر ال 6300 على 33 ايش قد يساوي لنا؟ 190.9 يعني 191 مليمتر. فهون لازم ايش اقول؟ سوي افرض 200 او 220 دكتور احسن 220 حتى نخلص من اي مشاكل اخرى. سوي 220 بالامتحان اذا جبتوا لك اج يساوي لنا 200 تروح تاخذ الاج 200 ما تروح تعمل لي هاي الحركه. واضح العام الاول انا جبت لهم اتش يساوي هالقد، روح خذ هذا الاتش وامشي قبل يعني، واحتمال اقل لك دونت تشيك فور بانش شير دونت تشيك فور وان واي شير. فانت تروح وين قبل تحسب العزم وترسم الجدول وتطلع الحد التسريع وتوزعه حتى على السريع تخلص. فحسب ما مطلوب عندك بالسؤال، اذا قال لك بالسؤال تشيك فور وان واي شير عمل تشيك وان واي شير، قال لك تشيك فور بانش شير تشيك فور بانش شير، قال لك ايج يساوي هالقد خذ هذه الايج وخلاص. قال لك هذه انكلود سيلف ويت يعني معناته لا تحسب السيلف ويت، اكسكلود سيلف ويت يعني ما محسوب السيلف ويت لازم ترجع تحسبه. حسب ما موجود عندكم السؤال بالغالب معطى. ليش الايج معطى بالامتحان؟ اعطيكم ايج لانه حتى لا كل واحد يستخدم ايج من عنده، واذا كل واحد استخدم ايج من عنده لازم اقعد اخلي لي فقط حل حتى اتابع الحلول مالتي. فالاج انا اعطيكم اياه حتى الانسرز مالتكم تكون متوافقه معي. اوكي فاج قلنا سيء بالامتحان احتمال اعطيه قيمه اج. الشغله الثانيه اللي لازم اعملها هون ايشني؟ لازم احسب دي. دي ايش قد راح يكون عندي؟ 220 ناقصا 30 190 مليم. بعد ايش عندي هون؟ لازم احسب ايش؟ احسب الجاما ايش سوينا؟ الوزن سيلف ويت على شنو؟ على في 24 يساوي لي استاذ السؤال بس بالبدايه كان نيت عندي ضعيف. هاي 30 يعني هيك ثابته يعني هاي مال بي هذا ثابته اللي هي 20 كفر زائد 25 كفر زائد ايش اسمه؟ هاي ثابته. هذا خلينا نقول كفر فور سلاب. اوكي يعني واذا تريد الكفر الثاني راح يصير يعني دي 2 يعني هذا خلينا نقول دي داش راح يسمى ما تمام دي داش راح يصير 40 يعني وحده 160 190 ولا خشقت 180 لانه الشبكه فوق شبكه. نرجع على الفوليوم. الفوليوم ايش قد عندنا؟ راح يصير عندي السمك ايش قد قلنا؟ 220.22 في واحد في واحد هذا الفوليوم. ايش قد انطتني الوزن هنا؟
214.72 لا ماكو شيء حكي 0.22 24 5.28 دقيقة 5.28 هاي أوبن؟ أوبن؟ 5.28 طبعا أوكي بوينت أوكي هسه كيلو نيوتن بير متر سكوير. هسه نجي نحسب كيو يو راح يساوي 0.2 الديد لود. الديد لود عندي؟ عندي 5.28 زائدا ايش قد؟ زائدا المطلوب هناك ايش قد معطى؟ معطى 3 زائدا 1.6 في 2.6 اللي هو اللايت لود 14.096. بس احد اخر يحسب لنا اياها 14.096 14.96 14.9 طيب هذا ال 14 كيلو نيوتن هسه هذا معناته هذا علينه كيو يو يساوي لنا 14 كيلو نيوتن بير متر سكوير بكل متر مربع علينه ايش قد 14 كيلو نيوتن. نجي اول شغله اعملها مثل ما عملنا قبل شويه انه تشيك. خلينا نعمل الورقة الجديدة. check one way shear. آه check for one way shear. عمود 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 عمود. نجي اول شيء in horizontal direction او ايش in x axis بال x axis يعني الكراك راح يصير عندي وين بهالمكان هذا العفو هاي صارت y axis ما يخالف خلينا هذه ايش قدر راح تكون هاي المسافة عندي؟ هذه هسه ايش قد عندي؟ هذه كلها ايش قد عندي؟ اخذناها 6.3 3.15 هنا هذه من هون الى هون المركز 0.15 تمام؟ ايوه هذا الدي الدي ايش قداره؟ 190 فاذا اجي احسب انا ايش اريد احسب من هذه العمليه كلها؟ اريد احسب في هذه ال نوت. فال نوت راح يساوي لنا 3.15 ناقصا 150 ناقصا 2.81 متر. والعرض مالته هذا ايش قلنا دكتور واحد دكتور هو الدي مو من السنتر مال العمود للحد مال الكراك لا لا من وجه العمود الى هنا من وجه العمود ها من وجه العمود راح يصير متر اوكي هسه راح نجي نحسب ال V1 Y ايش راح يساوي ال V1 Y ايه هذا ال V هنا V1 Y ايش راح يساوي ال V1 Y راح يساوي ان هذا الحمل هذا الوزن عليه ايش قد هذا كيو يو 14 فشوف هذا النقاط هذه كلها وزن 14 راح نضرب في 1 في ال نوت يعطينا ايش اسمه الوزن ف 14 في 1 في 2.81 39.34 39.4 كيلو نيوتن هذه اسا يعطينا دي يسمونه دي 1 ايش راح يساوي لنا راح يساوي لنا 6 دي 1 على فاي على لندا على اف سي برايم على بي بي ماشي ايش قد عندي دي 1 راح يصير عندي 6 في 39.4 في الف حتى يحولها نيوتن اقسمها على 0.75 لانه الشير الفاكتور مالته في 1 في اف سي برايم كنا ايش قد 25 دكتور البي 1 ايش مقصود به البي هذا البي هذا العرض لا لا البي البي بي 1 الشير 1 واي شير يعني بدي واحد القص هذا القص هذا هيانا سؤال نعم قول
هذا القصر. فشوف هذا الكيو علينا 14 في ال نوت في 1 انتهينا في 1. القص على 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 وجه الكراك، القص على وجه الكراك. نعم قول حذيفة. في اشكال بالنسبه للفاي، احنا قلنا انه الفايل السبايرال هي 75. لا لا هذا ما كولوم، هذا اللي في مين بوينت فاكتور ماني، هذا الشير فاكتور 63 صار. ها 63 لازم نضرب في 2.81 يعني نقسمها عليه. ليش يبعد واحد طعناش 3 2؟ ما عرفتهم أشعت أحكين منار. أستاذ مو لازم نقسمها على المسافة اللي طلعت اللي هي 2.81. هو هاي دي وان. لا ليش تقسميها؟ نحن هون طلعنا هاي هنا ضربناها يعني 14 في 1 في 2.81 هاي استخدمناها. جهات إذا الصوت ما واضح قلوا لي واضح الصوت. واضح. أوكي. الوقت ورجع. أي ماشاء. فثلاثة وستين. نحن إيش قد خلينا؟ خلينا 190 ملي. معناته شنو؟ معناته أوكي. سيف فور ون. وين؟ شير بالإيه؟ إن واي أكسس. بعد إيش أنا عندي؟ عندي إكس أكسس. نفس الكلام راح اعيده هذا بس راح اقول عليه انه اكس اكس. شوف اللي اللي فاتوا شغله ممكن هنا يرجع. محمد شاكر النت ضعيف، النت ضعيف يمك ما يمي والله يا اخوي. فالكراك وين راح يصير بالاكس اكسس؟ هالشكل راح يصير. طبعا ممكن فوق ممكن جوا ممكن من الاسفل من هوني كله ممكن، بس نحن ناخذ سيناريو واحد. فهاي المسافه من هون الى هون ايش قد قلنا؟ هذه دي اللي هي ايش قد ذاته 190. 190 يا استاذ الكراك ليش ما يصير بالوقت؟ طلع عندي هاي المسافه من هون الى هون ايش قد ذاته؟ 150. مركز هذا، هذا ايش قد ذاته؟ هذا كله الى المركز 3 متر. لا نحن أشخاص هذا إيه هذا كلها 5.3 هذه لا 5.3 يعني 2.65 آه 2.65 أحتاج أنا أطلع منه، أحتاج أطلع إيه هذا not 2 2.3 راح يساوي لي يمو راح أكتبه راح يساوي لي 2.65 ناقصا 0.15 ناقصا 0.19 ممكن بس تنزل ورقة شوية. ايش بها الورقة مليحة 2.31 مثلا. طيب هذه معناته ايه هذا كلته ايه الشكل هذا علينا كيو 14 احتاج اطلع الشير ايه هون هذا v11 بس بالايش باتجاه x axis. هذه ال نوت مالته ايش قداتي من هون الى ايه هون 2.31 والعرض مالته ايش قد 1 1 1 فاجي هسه احسب احسب v هذا تشيك تشيك راح اكتبه الشكل for one way شير in وين؟ in x x axis in x axis. دكتور سؤال؟ اي نعم قول. يعني بين اسعدنا احنا بين خلينا نقول فضاء يعني من عمود العمود الكراك ليش ما يصير بالوسط؟ ها ما الشير دائما انت ادحى خوش سؤال يعني خوش سؤال. طيب هسه انت جاوبني على السؤال هذا أسا عندك لود W وين يصير الشير؟ أعلى الشير يصير بالوسط؟ يصير يم السبورت؟ نعم فشو راح يصير الشكل ده؟ يعني شو راح يصير؟
وين على الشيرات؟ على مسافة على مسافة D تذكرون كنا نحسب V U D هاي تذكرون ولا ما تذكرون؟ فدائما على وين يصير؟ يصير قريب من السبورت على مسافة إيش؟ V U D بالوسط إيش قد عندي الشير؟ صفر 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 فما يحتاج أحسب واضح. طيب هسه نجي نحسب الفي V2 ايش راح يساوي لي V2 او خلينا نكتبه هنا V2 ايش راح يساوي لنا شوف نفس الشكل 14 في 1 في 32.4 اوكي دي تو ايش راح يساوي 30.34.4 ما يخالف في 11 على 5.75 في 1 في تحت الجذر 25 ايش راح يساوي لنا راح يساوي لنا 6 في 32.4 على 0.75 في 1 في تحت الجذر 25 في 1000 هيا تنسوا تضربوا في 1000 ايضا ليش تطلع 52 نحتاج حتى لا يصير عندي كراك شير باتجاه 51.8 خلينا 190 اوكي سيف فور وان واي ان اكس شير ان اكس اكسس او اكس اكشن ضل عندي بانشي نجي البانشي ايش راح نحسبها خلينا نحسبها بورقه ايش تجي راح ارسمها شويه كبير يعني راح اخلي عدد اعمده حتى تتخيلوا هيا ساعة شوفوا نحن المطلوب تصميمه هذا نصمم هذا هذا نصمم اوكي نحن نصمم هذا خلينا ناخذ هذا العمود هذا العمود ايش راح يصير بينه راح ياخذ جزء بسيط من السلاب معانا على مسافة دي اوفر 2 من كل جهة وراح يصير كراك مثل هالشكل وراح يسقط بقية السقوف فحتى يصير راح ناخذ منتصف في هذا العمود ومنتصف هذا العمود ومنتصف هذا العمود شوف ايه هاي الحمل الموجود هنا اللي هو 14 كيلو نيوتن بير متر فوق كل هذا ما عدا هذا يعني وهذا الرسم رسمت لكم هو المحاضرة السابقة هون راح يبقى العمود راح ياخذ شيء بسيط مع السلاب معانا والباقي السلاب ايش راح يسيبينه هاي المسافة من هون هنا ايش قداتي دي مال كولوم زائدا دي اوفر 2 في 2 يعني زائدا دي يعني دي دي كولوم خلينا نقول بي او اتش مال زائدا دي واضح ناخذ هذا نكبره بس هذا حتى نجيبه هون حتى نكبره هسه نجي هاي المسافة الافقية ايش قداتي صارت 6.3 متر لأنه ناخذ منا ومنا وهاي المسافة 5.3 متر فنجي ناخذ بس هذا نكبره نقول هذا العمود هيانو راح ياخذ جزء معانو من السقف اللي هو من هون D over 2 ومننا D over 2 وهذه أيضا 300 طبعا هذه في 300 وأيضا مننا يأخذ D over 2 ومننا D over 2 فإيش قد صارت هذه عندي هاي 300
زائدا دي اوفر 2 دي ايش قد حسبناها 190 190 فزائدا 190 لانه في 2 في زائدا دي يعني راح يصير عندي 490 490 وهذا المكان هو 490 كذلك 490 صار مربع فمعناته بي نوت راح يساوي لنا ايش 2 في 490 زائدا 490 بي نوت ايش راح يساوي لنا 980 980 1960 2 1.9 1960 6 متر طبعا هاي احولها على المتر لانه هاي وحداتها ملي متر هذه خذها انت هذا حولها متر 1.96 تمام متر واضح يا شباب تمام تمام طيب هسه نجي نحسب التو واي شير V هذا V هوني أتشوفون هوني V هذا هذا V two way V two way إيش يساوينا يساوينا 14 في الحمل كل الموجود علينا وهذا كله تو نطلع في النت أريا يعني 5.6.3 في 5.3 كلها هذه نقص منه فقط المساحة ما مضللة فراح يصير عندي 5.3 into 6.3 هاي الكلية ناقصا المساحة الغير مضللة هاي المساحة هاي يعني ايش قد ذاتي 0.49 في 0.49 ايش هيساوينا أربعمية وأربعة وستين كيلو نيوتن هذا الشير باتجاهين نجي أسرع دي باتجاهين راح يساوي 3 في 2 على فاي اللي هو 0.6 في لندا في اف سي برايم في بي نوت اللي هو هذا راح يصير عندي يساوينا 3 في 460 64 في لا تنسى تضربه في ألف 2.75 في واحد في تحت الجذر 25 في بي نوت البي نوت 1.96 تقسيم ألف 189 189.3 سد بسد كريتيكال شنو؟ يعني اوكي بس حرج يعني حرج وضع صح؟ فش راح تسوي انت المفروض؟ تقول زيد شوية بس 230 اجي يساوي لنا اشهد قبل شوية قلنا 220 240 مليم او 250 يعني امان اكثر حتى تاخذ امينه تكون اكثر اوكي فمن تقول اج يساوي 250 انا راح استخدم هذه اذا عندي صمم فدي دي دا دي ايش راح يساوي لنا 250 220 ناقص 30 وهذا 220 راح تكون اكبر من 190 ملي واحد تكون اوكي اللي هي 489.3 ونقول ايش نقول اوكي وسيف فور بانشينج واضح يا شباب
نتوقف لحد هوني والمحاضرة الجاية نكملها. هسه كملنا البانشير. نخلص البانشير قبل راح نفوت حتى على التوزيع وعلى السوم. واضحة؟ إذا أحد عنده سؤال على هذا الشيء اللي عملناه بس حاليا خليه يسألني. دكتور واضحة بس بالنسبة للاجتماع ورئاسة القسم. اي نعم، بس قبل لا نروح، بس قبل لا نروح عندي شغلة واحدة داخل كمانية. اكو ملاحظة قبل لا تنسي. يا شباب شوف هذا البارامتر التسجيل لا تنسى بس تسجيلك توقفه. بس اقول لكم على شغلة مهمة. تمام ملاحظة، لو هذا العمود ما كان مربع، لو هذا العمود كان مستطيل، هذه الابعاد ايش فيها راح تصير؟ تتغير. تتغير. لو كان دائري. دائري. هذا القطر يكون هم راح يتساوي الأبعاد صح؟ بس دي. يعني لو عندي عمود، لو عندي عمود دائري. دائري. نفس الأبعاد تبقى. دائري. بس لحظة. والقطر مالته خلينا نقول 300. كيف راح يكون البانشير علينا؟ طبعا البانشير العمود ايضا ما راح يصير مربع، راح يصير ايش هون؟ دائري. دائري. وهذه المساحة الصافية الكلية ناقصة مساحة هاي الدائرة. نجي ناخذ هاي الدائرة، ايش قدرتي راح تكون عندي؟ راح تكون عندي دائرة وسطية ما اللي هي من العمود. مطلع لنا العمود اللي هي 300، يعني يومية الأقلام هتخلص عندي. طيب وظل عندي إيش؟ الكراك راح يسون بهالمكان هذا، فأنا أجي أحسب الشير هون. هذا ما بينه مال وان واي ما وان او شير وان واي عادي عادي حاله حال اسمه ما عنده مشكله بالوان واي. الوان واي راح يكون هالشكل على مسافه دي، بتاخذ نقطه قطر دي اوفر 2 بالوان واي، ما عندك مشكله. الكراك راح يصير هالشكل الوان واي عادي، بس البانشير راح يكون دائري، راح يكون على هذا. نجي هذا الدايميتر الخارجي ايش قد راح يكون عندي؟ راح يجي دي اوفر 2 من هون ودي اوفر 2 من هون، فمعناته هذا القطر الخارجي ايش قد راح يكون؟ هم 300 هم زائدا دي. الدي ايش قد قلنا؟ دي قبل شوي ايش قد كان؟ دي 190، يعني ولو هسه دي تغير دي 190 صار 220 معك 200 مية 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 فالكلية عافية ناقصا في 5.4 في دي سكوير. دي سكوير شغل 5.4 يعطينا فد رقم. ونج بي نوت ايش راح يساوي لنا هنا الكلام؟ البي نوت راح يكون عندي هذا القطر مالته، يعني المحيط الباراميتر مال هذا. نحن بارامتر شلون كنا نحسبه؟ 2 زائدا الافقي زائدا العمودي، مو صحيح؟ دكتور طلع نفس 464 نفس ذيك هسه. اي ما لا ما ما نفسها بالضبط، شويه فرقت، يعني فرقت شيء بسيط. اي فرق 5 يعني، يعني يصير 465 465. ايه كلمه اوكي. شوف باي
دي راح يكون عندي باي في دي راح يكون عندي البارامتر بي نوت راح يصير عندي ايش قد عندي عندي باي في 400.49 ايش راح احسب منه 1.5 3 هسه نجي بنحسب ال ايش الدي ايش راح اسوي الدي 2 احسب 3 في في 2 على 0.75 في 1 في تحت جذر 25 في البي نولش قد 1.53 او 1530 في البي نولش قد عندي عندي 460 65 في 1000 في 1000 شوف ايش قد راح يطلع راح يطلع اكثر من 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 190 معناته العمود الدائري بالفانشير ضعيف ايش قد تطلع هاي طلع 243 صح 243 ملي متر نحن ايش قد مخلين مخلين 190 يعني لو حطينا له 100% ايش راح يصير بينه راح يصير عندي 40 كيف 40 يطلع ايه معناته العمود ايش بينه العمود يصير ضعيف البانشير كل ما كان العمود دائري البانشير بينه ضعيف اكثر ليش لان البي نوت عندي حتكون قليله هاي الباراميتر محيط معناته لان يعني محيط المربع اكبر من محيط الدائره لنفس القطر او لنفس الضلع يعني احسن انه نسوي مربع احسن نسوي مربع او يتحمل اكثر يتحمل اكثر يعني ممكن نسمي تعمله دائري بس لازم نخليه له دروب هذا ما راح ناخذه بالمحاضره الجايه ان شاء الله اذا الله خلنا ان شاء الله يعني نخلي كولوم دائري بس نحط له دروب دائري او البعد الدائري او التسجيل هسه نحكي بعد مثلا